السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7 في يوم جديد وفي مساء جديد في برنامجكم المميز. طبعا مواضيع اليوم مختلفة ومتنوعة، لكن قبل لا نعرف عنها ونمسي عليكم نمسي على زميلتي مروة. يا أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك عبد العزيز ويسعد مساك مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اليوم مواضيعنا وايدة، الأجواء كانت جميلة أيضا في الفجيرة. طبعا يا مروة، مروة اليوم مشاهدينا الكرام كانت حاطة صور حلوة في انستغرام وهي جاية الفجيرة. الغيوم مع شكل الجبل كان اليوم جميل جدا. جميل المنظر لما وانت جاية الغيم داش في الشارع فعلاً، وليبى المتوسط الصورة، فكانت الصورة وكان المنظر جداً جداً جميل ورهيب فعلاً. حتى خلال اليومين هذولي قاعد أشوف الأجواء وايد حلوة يا مروة، استمتع بهالأجواء الله يديمها إن شاء الله. يعني تقريباً أسبوع كامل ياسة أقول كل ما أمر في شارع في الفجيرة أقول سبحان الله ما شاء الله على الأجواء الجميلة والغيوم ومنظر الجبل فعلاً. تذكرين الأسبوع الماضي أنا شو قلت لك؟ قلت لك أنت كل ما تقعدين بالفجيرة الجو يصير جميل. اليوم بيلس في الفجيرة، يمكن ينزل احنا مطر. قلنا يا ليت إن شاء الله ينزل خير وينزل مطر اليوم. زين طبعا حلقتنا اليوم متنوعة وجميلة مثل كل مرة، وراح نعرف عن فيها عن اليوم العالمي لمتلازمة داون ومعرض سكة الفني في 2019، وأيضا بنتحدث عن الذكاء الاصطناعي في الإمارات والفن الشعبي الخليجي. تدرين آخر شيء أنا متحمس للفن الشعبي الخليجي إن شاء الله، وفنان قدير وكبير راح يكون ويانا إن شاء الله. بس قبل هذا نروح لليالي. ليالي مساء النور والسرور عليك. مساء الأنوار لكما عبد العزيز ومروة، وبدوري أرحب بكل متابعي البرنامج الكرام، تابعوا معي هذه الجولة على أبرز محليات الدولة. يسعد مساك ليالي، الحين بنروح وياك مع الأخبار الجميلة ونستمتع إن شاء الله فيها. شكرا لكم. شكرا. الخامس والعشرون من آذار مارس 2019، أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بتعديل اسم مؤسسة زايد العليا لرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أن يستبدل اسم المؤسسة باسم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أينما ورد في قانون إنشاء المؤسسة رقم 2 لسنة 2004 وأي تشريع آخر. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بإنشاء هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي. وبموجب القانون تحل هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية محل كل من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين في إمارة أبو ظبي وكافة المراكز التابعة لهما كمركز الأمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولهم وموجوداتهم وحقوقهم والتزاماتهم وموظفيهم، وتعتبر الخلف القانوني لهم. على صعيد آخر، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى رئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وبعض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة أيضا إلى عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية للمناسبة نفسها. في شق مغاير، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتماد 5,600,000,000 درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية للسنوات الخمس المقبلة. وكتب سموه على حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: وجهنا اللجنة التنفيذية لإقامة شراكات عالمية تعزز مكانة أبو ظبي في سعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة وغيرها.
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأمين حفظه الله في مكتبه في الديوان الأميري أعضاء اللجنة التنظيمية لملتقى الفجيرة الدولي 11 للتزود بالوقود فارتشكون 2019 الذين قدموا دعوة لسموه لحضور أعمال الملتقى الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 27 من الجاري تحت رعاية طيبة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه. وقد تكرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي بقبول الدعوة متمنيا أن يخرج الملتقى بتوصيات تدعم التوجه السائد في المحافظة على البيئة من خلال تطبيق متطلبات اتفاقية ماربول لتوفير الوقود منخفض الكبريت التي سوف تطبق في مطلع يناير من العام 2020. ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى حوالي 600 شخص من المهتمين في مجال تموين السفن بالوقود من 35 دولة حول العالم. إلى موضوع آخر، حيث كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي المعلم بيتر تابيشي من كينيا الفائز بجائزة مؤسسة فاركي في دورتها الخامسة والبالغة مليون دولار أمريكي لأفضل معلم في العالم. تم ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته مؤسسة فاركي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه على تويتر الفائز بالجائزة قائلا: مبروك فوز بيتر تابيشي من كينيا بجائزة أفضل معلم في العالم، تقدير المعلمين هو تقدير لرواد النهضة وصناع التغيير الحقيقي. على المستوى الاقتصادي، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن توقيع اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتين نفط هنديتين هما مؤسسة بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة ومؤسسة النفط الهندية المحدودة على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم واحد، وذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية، بحيث تسهم الاتفاقية الجديدة في ترسيخ علاقات التعاون التي تشهد نمواً متسارعا بين دولة الإمارات والهند، كما تعزز التعاون بين أدنوك والشركاء النوعيين الذين يسهمون في تسهيل وصول إنتاجها من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسة. عقدت في الرياض ورشة عمل لمنسقي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور أكثر من 70 ممثلا من الجهات الحكومية بين البلدين، وذلك بهدف متابعة سير المشاريع والمبادرات المنبثقة من المجلس والتحضير لاجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده إبريل المقبل في العاصمة السعودية. تم خلال ورشة العمل متابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن المجلس وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والصناعة والخدمات الحكومية والإسكان والتعليم والإعلام والصناعات العسكرية وغيرها، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. مع هذا الخبر مشاهدينا من المملكة العربية السعودية أختم وإياكم هذه الجولة الإخبارية إلى فاصل نواصل بعده بقية فقرات البرنامج، فتفضلوا بالبقاء معنا. يا مرحبا فيكم، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل يا مروة. عبد العزيز، قبل لا نبدا مواضيعنا في حلقتنا اليوم، شو كان حلمك قبل لا تشتغل مذيع وتكتشف موهبتك؟ شو كان والله تصدقيني يا مروة اني انا كنت بكون مدرس. مدرس حلوه مهنه التدريس فعلاً. حلوه مهنه المعلم، تحسين لها قيمه في المجتمع يا مروه. فعلا احس خاصه ان الدوله اليوم مهتمه جدا بالتعليم وبالمدرسين، وهذا الاهتمام اكيد تخطى حدود الدوله واصبح للعالم كله، وايضا في جائزه اللي هي جائزه افضل معلم في العالم. صحيح، اللي وطبعا اللي واللي هي دبي حطتها وصل العدد المرشحين فيه تقريبا يا مروه. نعم. لجائزه افضل معلم في العالم لعام 2019 كانوا اللي وصلوا هم 10. نعم. اللي وصلوا للقائمة النهائية
وجميل اهتمام دولة الإمارات لهذه الأمور. فعلا أيضا المنتدى العالمي للتعليم اللي نظمتها مؤسسة فاركي برعاية سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. صحيح يا مروة، جميل هذا الاهتمام، والعشر اللي كانوا موجودين اللي كانوا مرشحين للفوز بجائزة المليون دولار، حلوة المليون دولار هذه، فعلا كانوا حاملين قصص وتجارب ألهمت الآلاف والملايين أو الآلاف اللي كانوا عايشين في محيطهم، وطبعا كانوا واجهوا تحديات كبيره يا مروه على اساس انهم يتحدون يفوزون على هذه التحديات ليدعموا الطلاب في المجتمعات المحرومه باساليب كثيره من التعليم وغيره يا مروه. فعلا ايضا كان في حفل رائع توج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس التنفيذي الكيني بيتر تابيشي بلقب معلم العالم لعالم 2019، اكيد بلغت قيمه الجائزه مثل ما ذكرت مليون دولار. وطبعا اعتاد مدرس العلوم يا مروه بيتر تابيتشي إذا نطقت اسمه صحيح الحمد لله على تقديم تقريبا يا مروة 80% من دخل المساعدة الفقراء في قرية بواني النائية على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. حلو أن الشخص لما يكون كل هدفه التعليم وأنه يدعم المعلمين. وخلينا نشوف الريبورتاج، ليش طول؟ يلا خلينا نشوف التقرير هذا. Ladies and gentlemen, it is now my great pleasure to announce the top 10 finalists for the Global Teacher Prize for 2019. They are Andrew Moffat from the United Kingdom, Daisy Mertens from the Netherlands, Deborah Garofalo from Brazil, Hidekazu Shoto from Japan, Martin Salvetti from Argentina, Melissa Salguero from the United States, Peter Tabishi from Kenya, Swarup Rawal from India, Vladimir Apkazava from Georgia, Yasudai Selvakumaran from Australia. On behalf of all Kenyans, let me congratulate you on winning the Global Teacher Prize for this year. You are a shining example of what the human spirit can achieve, not just for Kenya, not just for Africa, but for the world. Peter, you chose to teach in a remote part of Kenya. Keriko Mixed Day Secondary School. And you chose to transform lives in such situations, a choice that I'm sure was difficult. Your Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the time has come. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabachi. I would like to invite His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Mr. Sunny Vaki to the stage to present the trophy to the winner. The plan I have is that I'm going to give what I've been awarded, I'm going to give it back to the society. There are so many challenges that they are facing, and therefore I'd like to see them being happy. It's a great honor. It was a surprise, and I'll feel excited. To all the teachers, I'll ask them to be committed to their work, to have passion in what they are doing, and to lead by example, okay? And when they lead by example,
the children that they teach will be able to emulate, will be able to do exactly what they are doing. Therefore, they should know they are change makers. They are really doing great to the young people. With the prize, I'm going to give it back to the society and ensure that the people who are facing some of these challenges, like what Africa is facing, they really be able to get some help and those challenges are addressed. Well, to Peter, congratulating him, telling him that we are extremely, extremely proud of him as a country, we are proud of him as a continent. He has shown what an African teacher can do. I think we have the same potential that everybody else has, and Peter is a symbol of that tonight. Right? He's a symbol of the African teacher who can perform well, who can inspire his children. I think he's opened up a whole new world for African children, and we are really grateful to him. جميل يا مروة الاهتمام بالتعليم ودولة فعلا. دولتنا أعطت اهتمام كبير وهذا شيء جميل ورائع. نعم اليوم شو بعد كان في شيء في 21 تحت اللي هو كنا ياسين نتحدث عنه. نتكلم عن اليوم العالمي لمتلازمة داون اللي هو يوافق 21 مارس من كل عام يا مروة. نعم وتحتفل بمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. أيضا. طبعا ومشاهدينا لان انت لما تكونين موجوده انا كله قاعد اقول مروه وانسى المشاهدين بس المشاهدين يعرفون اني انا بعد ارمس وياهم واتابع بس تدرين انا في الاستوديو شوي نسولف وياك وطبعا هدف الاحتفال بهذا اليوم هو التاكيد على مبادئ الدمج وضمان حياه افضل لهم وحياه كريمه. نعم. وطبعا دوله الامارات تبدي دوما كل الامكانيات وكل القدرات ووفرت البنيه التحتيه الجيده واللازمه لهم. نعم. يا مروه ويا مشاهدينا الكرام راح نعرف تفاصيل اكثر معنا في الاستوديو هنا الاستاذه اسماء توفيق عبد العليم معلمة تربية خاصة بقسم العربي بمركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدبي أصحاب الهمم. هلا ومرحبا فيك. اهلا بك استاذه مروه. اهلا بك استاذ عبد العزيز. استاذه مروه استاذ عبد العزيز. ايوه استاذه مروه استاذ عبد العزيز. حبيبتي خبرينا عن نبذه عن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمه داون. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. في البدايه طبعا احب ان اوجه شكري لحضرتك حضراتكم وجميع القائمين على البرنامج. اما بالنسبه للاحتفال باليوم العالمي لمتلازمه داون هذا الاحتفال طبعا عارفينه يوم 21 مارس من كل عام. نعم. يتم هذا الاحتفال طبعا لتقديم الدعم لأطفال متلازمة داون ورفع مستوى الوعي في المجتمع. وطبعا كما نعرف جميعا طفل متلازمة داون هو الطفل المبتسم الطفل السعيد. صحيح. دائما مقبل على تكوين علاقات اجتماعية مع الناس. المرح المبتسم على طول دائما. أي طفل حتى لو كان سليم صعب أنك أنت تتعاملين معه صعب يكون في كيمياء بينك وبينه. وصعب أنه يكون اجتماعي أيضا كطفل. التواصل كطفل أيضا مع الغرباء تشعرين أنه يمكن ما يحس الموايد أنه اجتماعي يخاف من الغرباء ولكن متلازمة داون تحس أنه لطيفين مع الغرباء. تدرين مروة من أكثر من تجربة يا أستاذة أسمى ان هم من يبدون بال يعني انا لما اكون انا احب احتك مع الاطفال واسولف وياهم اصحاب او المتلازمه داون هم لما انت تبتسمين بس هم بروحهم يجون هم اللي بيبداوا المبادره بالكلام مع الاخرين وما بيحسوا في غرباء. صحيح. فطبعا بصراحه يعني طفل متلازمه داون هو طفل مبتسم ومرح ودائما لازم احنا نحتضن هؤلاء الاطفال يعني. انا ومروه قاعد نسولف بدايه الحلقه قالت شو امنيتك؟ انا فعلا كانت من احد الامنيات اني اكون معلم. فانا بعيش التجربه يوم ان شاء الله معاكم في المركز ونكون معلم. اكون معلم مع يعني متلازمه داون لاصحاب المريحين ونضحك جداً في الصف ان شاء الله. جداً جداً. استاذه اهميه الاحتفال بهذا اليوم والسبب لحتى يعني سبب تحديد 21 من مارس، ليش 21 مارس؟ خاصه ان يوم الام ايضا 21 مارس، هل لها علاقه ان بنفس اليوم؟ طبعا نحن نؤمن طبعا باهميه الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمه داون. وكما عرفنا أنه هو محدد يوم 21 مارس من كل عام نؤكد دائما على أن هذا الطفل
له دور كبير في المجتمع. نعم. وأكد على ذلك اللي هو الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في 2012 21 مارس 2012. فطبعا يجب على كل منا القيام بدوره من أجل تدريب وتأهيل هؤلاء الأطفال حتى يستطيعون اتخاذ قرارات، الاعتماد على أنفسهم، تشكيل مستقبلهم. كل نعم. هذا يساهم يعني في صحيح. جميل جميل. شو أهم العروض والفعاليات اللي قمتوا فيها؟ طبعا في مركزنا مركز النور بدبي يقوم بالاحتفال بهذا اليوم بتقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها الترفيهية ومنها الرياضية منها الموسيقية بقيادة الأستاذة إسفان الخطيب مديرة المركز. طبعا كل هذه الأنشطة تكون ترفيهية أكثر، بتدخل المرح على أنفس هؤلاء الأطفال. يعني الغرض منها إدخال المرح على الوناسة والضحك والابتسامة. لو نتكلم عن نقطة مهمة أستاذة أسماء، وحتى مروة كان في عندها تجربة شوية كانت تخاف تحت الهواء كنا نتكلم عنها، هم لطيفين جدا ومرحين نعم. جدا، لكن أحيانا أنت قلتي يعصبون بسرعة أو ينفعلون بسرعة بالأصح. كيف ممكن نحن نثقف المجتمع ونثقف الأسرة اللي فيها يعني فيها ولد من متلازمة داون؟ كيف ممكن يتعاملون مع هذا الولد؟ كيف نحن كمجتمع خارجي نتعاون مع هذا الولد؟ طبعا أولا عندما ننظر لهؤلاء الأطفال لا يجب علينا أن ننظر إليهم أنهم أطفال مختلفين عن باقي الأطفال. وبالنسبة للمركز بنقيم مجموعة من الدورات التدريبية التي توجه لجميع أفراد المجتمع ومنهم الأسر وذويهم لرفع مستوى الوعي في المجتمع، كيفية التعامل معهم، كيفية إشعارهم بأنهم لهم دور في المجتمع، إشعارهم أن عندهم مواهب وقدرات عظيمة إذا تم تدريبهم بالشكل الصحيح. بالفعل يستطيع هذا الطفل أن يلحق ممكن بفرص عمل. يعني كثير منهم في مركزنا مركز النور التحق بالفعل بفرص عمل كثيرة، ومركز النور وفر لهم فرص عمل أخرى في خارج المركز، منها البنوك ومنها المكاتب. جميل جميل. والشركات حقيقي تشعر بالفرحة والسعادة نعم. لما بتشوف طفل متلازمة داون وطفل مسؤول صاحب عنده مهنة أو ليه عمل وليه نعم. كمان عائد. يعني جميل جدا. أهلوهم نعم. وأهلوهم يا مشاهدين الكرام أنهم ينخرطون في سوق العمل، وهذا يعتبر شيء وايد جميل ورائع ما شاء الله. جميل. حتى لا يشعر بأنه عبء على الأسرة أو عبء على المجتمع، لا بالعكس، ولكن لازم يبدأ بشكل سريع في تأهيل وتدريب هذا الطفل. خبرتين الحين عن اهتمامكم كمركز نور، ولكن اهتمام الدولة بهذه الفئة من الأشخاص وكيف دعموهم؟ خبرينا أكثر. طبعا الموضوع ده موضوع حقيقي بنلتمس، يعني بنلمسه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كثير الاهتمام، كثيرة الاهتمام بهؤلاء الأطفال وغيرهم من أصحاب الهمم. طبعا أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه على أهمية خلق مجتمع متكامل دامج خالي من الحواجز يضمن التمكين لهؤلاء الأطفال وتمكينهم للتمتع بحقوقهم وحرياتهم في المجتمع. وطبعا كلنا نعلم إطلاق مصطلح أصحاب الهمم نعم. هم بالفعل أصحاب همم، هم بالفعل أصحاب هوايات، هم بالفعل أصحاب قدرات، ولكن إذا وظفت بالشكل الصحيح صحيح. إذا تم نعم. تدريبه بالشكل الصحيح نجد منهم الكثير هي. فهناك الكثير طبعا في دولة الإمارات مجموعات كثيرة، منها مجموعة متلازمة داون الإماراتية وكثير من المجموعات الأخرى التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع. وأيضا من المهم دمج هذا الطفل في المجتمع، عدم عزله عن المجتمع، عدم العزل وانه يبتعد. بس هذا أسمع أني مروك في خاطري سؤال، سامحيني قاطعتك. تفضل بالعكس. جزاك الله خير. الولد هذا هل نحن ندخله في مدارس مخصصة مثل مركز النور، أو أنه ممكن نحن نأهله نخليه يدخل مدارس عادية يندمج مع الناس والأطفال والناس الثانيين، أنه يكون هو شريك في المجتمع؟ أنت قلت اليوم نحن ممكن نشوفه مسؤول في البنك، ممكن نشوفه في أي وظيفة ثانية وأنتم أهلتوهم، هل ممكن نحن نشوفه بكرة يكون في المدارس العادية؟ بالفعل طبعا أهمية دمج هذا الطفل في المدارس العادية،
ولكن في بعض الأطفال من مستويات معينة تحتاج للمراكز الخاصة، بيتم إعداده وتدريبه وتأهيله، ممكن في مرحلة مراحل بيلحق بالمدارس العادية. بالمدارس العادية ممكن يكون مثل أي طفل آخر بيدرس عادي في المدارس العادية، ولكن في بعض فئة منهم تحتاج لتعليم خاص أو تدريب خاص بالمركز ممكن بعدين. طبعا في أقسام للتدريب المهني، دي مهمة جدا جدا جدا. بعد تدريب وتأهيل الطفل ممكن بيلحق بقسم التدريب المهني، وبعدين زي ما قلنا في الأول إنه هو ممكن يكون عنده فرصة عمل، نعم. ممكن يشتغل، ممكن يعتمد على نفسه، وزي ما حضرتك قلت بالفعل، وده حاليا موجود، مش لسه احنا بنقول لا، ده موجود حاليا، إن كتير من الأطفال هؤلاء اللي هم متلازمة داون موجودين بالمدارس العادية. نعم. دور الأسرة وايد مهم في تحسين الحالة النفسية أو الجسدية أو أي شيء من للأطفال، ولكن من ذوي خلينا نقول متلازمة داون، كيف دور الأسرة بحياتهم وكيفية التعامل معهم؟ طبعا بالنسبة للأسر، في كثير من الأسر بيصيبهم القلق والتوتر، بس أنا يعني جميعا بننصح الأسر بعدم القلق ولا التوتر، وأهم شيء أو مفتاح التغلب على هذا التوتر والقلق هو التدخل المبكر. بسرعة لما أشعر أن طفلي يحتاج لتدريب خاص، ممكن من سن 3 سنوات ويلحق بالمركز أو يلحق بتعليم وتدريب معين حتى أتغلب على هذا. كمان التعامل معه، أتعامل معه بأنه طفل عادي، أشعر بأهميته في الأسرة، أشعر بأهميته في المجتمع، فهو فعال في المجتمع، بيساهم في تكوين المجتمع، ممكن يساهم إذا تم تدريبه صح، بيساهم كمان في تقدم المجتمع. خاصة أن خلينا نقول ذوي متلازمة داون هو مو بمرض ولا مرض وراثي. أنا يعني يوم قرأت عن الموضوع انصدمت، لأن كنت كل هالفترة محسبة أن متلازمة داون هو مرض أو مرض وراثي، ولكن هو طفرة. أبداً أبداً ما نقدر نقول إنه هو مرض. شنو هو؟ لا. لو تكلمنا السادة اسمه، شو هو المتلازمة داون؟ متلازمة داون هو كل الموضوع في زيادة عدد كروموسومات عن الطفل الطبيعي. الطفل الطبيعي 46 وهذاك 47. 47 يعني كروموسوم واحد هو اللي هو بيشكل الشكل العام للطفل. يعني انت تشوف متلازمة داون تعرفه على طول. نعم. مش محتاج حد يقول لك شكله فعلا. ده فهو بالشكل والإيدين، ولكن المرح الداخلي ده يعني مرحين جدا ما شاء الله. الطفل المرح، الطفل السعيد بالفعل، انه هو دائما مبتسم، بيحب الحياه وطبعا الاسر لا، من حقهم انهم يفرحوا يعني، بالعكس. وعلى فكره بين كل 800 طفل ممكن واحد فقط المصاب بمتلازمه داون، يعني نسبتهم وايد قليله ايضا. هي قليله بالفعل، بس يعني مش صعبه، ولكن نعم. اذا بدانا بشكل مبكر في التدخل بيكون الموضوع سهل جدا، ويتم تدريبه بالعكس، يكون إنسان بالعكس ممكن يساعد أسرته، مش يكون عال عليه، يكون عنصر فاعل في المجتمع. فعال في المجتمع أيضا. طبعا فعلا. شكرا لك أستاذة أسماء توفيق عبد العليم، معلمة تربية خاصة بقسم اللغة العربية بمركز النور للتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدبي بين قوسين أصحاب الهمم. شكرا لك أستاذ عبد العليم، نورتينا حبيبتي. الحين بنروح وياكم لتقرير عن اليوم العالمي لمتلازمة داون. طبعا نحن في نفس السياق يا مروة، أكيد ما راح نروح بعيد، نروح نشوف نفس الموضوع أساس أنه ما نبتعد عنهم. يلا نروح نشوف. اليوم احنا نحتفل باليوم العالمي المتلازمة داون، عاملين فعاليات للأطفال المتلازمة داون والأطفال إخوانهم. الهدف منه إن نعمل توعية إن أطفال متلازمة داون نفس الأطفال العاديين، محتاجين دعم، محتاجين حب، محتاجين إن إحنا كلنا نحسسهم إن هم جزء لا يتجزأ من المجتمع. أنا كأم لطفل متلازمة داون فتحت مركز في مردف خاص لفئة متلازمة داون، فإن شاء الله أقدر يعني أعطي للأطفال والأولاد المتلازمة داون أفضل الخدمات،
أقدر أخليهم يندمجون مع المجتمع، ينقبلون في المدارس العادية، لأن هدفي الرئيسي أن الأطفال يلاقون فرصة كأي طفل عادي. إحنا لازم نثقف المجتمع كيف يتعاملون مع أطفال متلازمة داون، كيف أنهم يقدرون يدمجونهم مع الأطفال العاديين، كيف يثقفون الأطفال اللي في المدارس أن إحنا نقدر نتعامل مع أطفال متلازمة داون. تثقيف المدرسات، تثقيف معلمات الظل اللي هم الشادو تيتشر، لأن أغلب المدارس للأسف مو فاهمين شو هي متلازمة داون. هم أطفال عاديين يتعلمون يندمجون مع الأفراد، فقط أنهم يأخذون وقت للتعلم. فإحنا لازم نثقف أول شيء المجتمع أن فئة متلازمة داون نفس الأطفال العاديين، فقط يحتاجون حب، اهتمام، ونعطيهم وقت ونعطيهم الرعاية الصح، التعليم الصح لهم، هذا هو أهم شيء. جداً فخورين اليوم نكون متواجدين لدعم فعاليات مركز دبي لمتلازمة داون. وحقيقة فعاليات المركز تجسد دور المراكز في يعني زيادة توعية المواطنين حول متلازمة داون. والفعاليات اللي تقوم بها المراكز مثل مركز دبي لمتلازمة داون هي تجسيد حقيقي لدور الإمارات في بناء مجتمع سليم وتأكيد مبادئ الدمج بين أبناء المجتمع. يا مرحبا مشاهدينا، تقرير جميل ورائع يا فعلا. فعلا أصحاب المتلازمة داون يا مروم لطيفين ورائعين فعلا. والتعامل معهم جدا جميل. أكيد نروح أكيد. الحين لوين؟ طبعا الحين راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، أو عفوا ليش نحن استعجلنا؟ يلا عدنا فاصل، خلنا نروح الفاصل بعدين نرجع نكمل. فاصل ونرجع. يلا فاصل ونرجع نكمل. صدقيني يا مروة، رجعنا لكم. صدقيني يا مروة، أنا كليت الفاصل، ما كنت بطلع فاصل من كثر ما البرنامج حلو، ودي أقعد وأسولف وايد. أي والله. زين يا مروة، طبعا الإمارات معروفة بالذكاء الاصطناعي فعلاً. على مستوى العالم كله، ودوما الدولة تعطيه اهتمام كبير. نعم، وبتعتمد دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي في خدماتها وقطاعاتها وبنيتها التحتية المستقبلية. وطبعا دولة الإمارات مو بس لها، تسعى لأن تكون المركز أو مركز جديد في تطوير آليات وتقنيات يا مروة ومشاهدين الكرام في تشريعات ويا مشاهدينا في تشريعات الذكاء الاصطناعي، عن الذكاء الاصطناعي ومستقبله في الدولة. وطبعا هذا اهتمام قيادتنا يا مشاهدين الكرام، ان دوما الدولة تكون سباقة في هذه الامور وتكون من المراكز الاولى. راح نعرف تفاصيل اكثر وراح نتكلم اكثر. معنا هنا في الاستوديو الاستاذ محمد حسين العواد، مدرب ومستشار في مجال الذكاء الاصطناعي. اهلا وسهلا ومساك الله بالنور والسرور. يا اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير استاذه مروه، استاذ عبد العزيز، ومساء الخير للساده المشاهدين. حياكم الله. كيف الامور؟ كيف الامطار وانت جاي؟ احنا كل ضيف ما شاء الله اجواكم، يعني الواحد ما يريد يرجع. يا سلام، بدبات عدنا اليوم ان شاء الله. اكيد. استاذ محمد، نروح لموضوعنا. نعم. خبرنا عن مفهوم الذكاء الاصطناعي، وخاصه ان وايد ناس ما تعرف شو معنى الذكاء الاصطناعي. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الذكاء الاصطناعي هو من المصطلحات اللي بدأنا بالفترة الأخيرة نسمعها بكثرة، وكثير من الناس مثل ما تفضلتي فعلا لما يسمعون الذكاء الاصطناعي يقولون شو هو الذكاء الاصطناعي، يفكرون نوع من أنواع أحيانا الذكاءات المتعددة اللي موجودة عند البشر. لكن فعليا الذكاء الاصطناعي هو علم من علوم الكمبيوتر أو الحاسب الآلي. أقدر أقول لكم تعريفين للذكاء الاصطناعي. التعريف الأول خلينا نقول تعريف فلسفي، والتعريف الثاني تعريف تقني. التعريف الفلسفي أنه الإنسان بطبيعته منذ القدم سبحان الله يحاول أنه يجعل من الأشياء من حوله تحاكي ذكائه، يعني يريد من كل الأشياء تساعده في ذكائه في طريقة تفكيره. فهذا التعريف الفلسفي. أما التعريف التقني نقدر نقول أنه هو علم من علوم الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، الذي يعمل على أنه يجعل من الأنظمة الحاسوبية تحاكي ذكاء البشر من خلال التفكير مثل الإنسان والتصرف مثل الإنسان، بالإضافة إلى مسألة التصرف بشكل ذاتي. نعم. احنا نخاف من شيء واحد يا مشاهدين الكرام، انا ومروه وغيرنا، انا باكر احنا ما نداوم نقعد في البيت، يجي مكاننا الذكاء الاصطناعي. صحيح.
هذا شيء يخوفنا. خاصة أن في بعد روبوتس مذيعين وروبوتس في الصيدلية، يعني نحن دورنا كبشر وكإنسان وين؟ وين ناكل عيش؟ هذه التخوفات صراحة موجودة في كل القطاعات، يعني لا تنحصر في قطاع معين. ودائما في دوراتنا التدريبية أنا الذكاء الاصطناعي نناقش هذا الموضوع، أنه شو رح يصير في الوظائف التقليدية. خلينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي كثورة صناعية. الثورات الصناعية هي تقريبا لحد الآن 4 ثورات صناعية. الثورة الصناعية اللي موجودة نقدر نسميها الثورة الصناعية الرابعة. نعم. في الثورات الصناعية السابقة كان هنالك في وظائف تم فقدانها في كل ثورة صناعية. أكيد هذه الثورة الصناعية مثل اللي قبلها، آلاف الوظائف سوف تفقد، وآلاف الوظائف الجديدة سوف تحل مكان الوظائف التي سوف تفقد. من المتوقع أن الوظائف التقليدية التي تعتمد على أشياء بسيطة، منها على سبيل المثال السكرتارية، بعض الأشياء اللي بس أهم شيء المذيع. المذيع والله في الصين استبدلوا للأسف الشديد. في الصين بس أخذ روبوت. يعني ممكن يكون موجود، لكن ما نستغني عنكم إن شاء الله. بس ما يعرف يتكلم عربي إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نحاول إنه نمنع إنه يتكلم بالعربي. نمنع يتكلم. خبرنا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أستاذ محمد. تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يقوم على عدة تطبيقات. التطبيقات طبعا راح أقولهم بشكل يعني كمصطلحات تقنية بعدين نبسطهم. نعم. بطريقة بسيطة. المصطلحات هي أول شيء الإكسبرت سيستم أو النظم الخبيرة. النظم الخبيرة هو عبارة عن إنه إحنا نسوي روبوت أو أبليكيشن أو ماشين، يعني هاي الأشياء تكون تعمل عمل شخص خبير في مجال معين. على سبيل المثال الأطباء الذين يقومون بالعمليات الجراحية، هنالك بعض الروبوتات أصبحت تقوم بالعمليات الجراحية بالنيابة عنهم. فهذه الروبوت اللي أو هذا الروبوت اللي يسوي العملية الجراحية نقدر نقول أنه هو روبوت خبير في هذا المجال. حلو. طبعا ما نقدر نقول أنه هذا الروبوت هو خبير في مجالات أخرى، هو خبير في مجال واحد فقط. فهذا نظام النظم الخبيرة. في عندنا أيضا الرؤية بالكمبيوتر أو معالجة الصور الحية، بحيث أنه الروبوت أو الكاميرا أو الجهاز الذكي يقدر يفسر الصورة ويأخذ منها استنتاجات. وأيضا في عندنا شيء اسمه معالجة وإنتاج اللغات الحية، مثل ما تشوفون الروبوتات تتفاعل ويانا حاليا وتتكلم معانا، حتى صارت في بعض اللهجات بإمكانها أن تلفظها. أنت قلت نقطة حلوة في إجابتك الأولى لما سألناك عن المستقبل، ممكن باكر نحن ما نداوم نقعد في بيوتنا. صحيح. أنت قلت هي راح تخلق وظائف. صحيح. راح تشيل وظائف. نعم. لو تكلمنا في بعض خلينا نحصل على دولة الإمارات. طبعا نحن كنا في مقدمة التقرير كنا نتكلم إن نقول إن دولة الإمارات هي سباقة في الذكاء. نعم. الاصطناعي. نعم. وراح تكون مركز للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم مشيئة الله تعالى. شو الوظائف اللي راح تروح وشو الوظائف اللي راح تيجي؟ أحب أطمئن كل الناس اللي موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنت شليت قلوبنا تطمن الناس الثانية. طمنا نحن. نعم. اطمنوا أن الإمارات العربية المتحدة حطت استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي. طبعا لما نقول استراتيجية يعني مشروع ضخم جدا، وهذا المشروع أكيد ما راح يغفل عن موضوع الوظائف. كثير من الوظائف اللي حتكون مستحدثة في المستقبل وأغلبها حيتجه بالجانب التقني. يعني مثلا على سبيل المثال من الوظائف اللي حتكون مطلوبة بشكل كبير جدا محللي البيانات الضخمة البيج داتا أنالايز، وفي عندنا أيضا اللي مسؤولين عن الطائرات بدون طيار الدرون وغيرها اللي يراقبون حركتها، الناس المسؤولين عن الطابعات ثلاثية الأبعاد، والكثير من الوظائف المتعلقة بإنترنت الأشياء والبلوك تشين وغيرها من هذه الأمور. نعم. آلاف الوظائف سوف تكون مفتوحة وجاهزة وشاغرة، لكن تحتاج إلى التخصص. وأنا دائما في دوراتنا التدريبية نقول للشباب، فئة الشباب دائما حاولوا تتخصصوا كماجستير أو بكالوريوس في أي تخصص له علاقة في الذكاء الاصطناعي، في إنترنت الأشياء، في البلوك تشين وهذه التخصصات. أستاذ محمد حسين العواد. نعم. بنكمل وياكم أنا وأنت وعبد العزيز وفقرات برنامج 7 على 7 مكمل وياكم، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ونكمل حوارنا مع الأستاذ محمد حسين العواد، مدرب ومستشار في مجال الذكاء الاصطناعي. يا مرحبا فيك. مرحبا فيك مرة ثانية. مرحبا فيك مرة ثانية بعد الفاصل. نعم. نرد الحين لموضوعنا عن الذكاء الاصطناعي. خبرنا عن التحديات اللي تواجه هذا الموضوع. الذكاء الاصطناعي هو مثل ما أسلفنا سابقا أنه هو ثورة جديدة، ثورة تكنولوجيا معلومات خلينا نسميها، وهي راح تدخل في جميع مجالات الحياة. فعشان تدخل في جميع مجالات الحياة حتصطدم في كل شيء، يعني في الوظائف، في ثقافة الناس، في ثقافة المجتمع.
فنحتاج في فترة يعني تطبيق الذكاء الاصطناعي ودخول الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات حياتنا، نحتاج إلى توعيه وتثقيف الناس، معرفة المخاطر اللي ممكن تكون وراء مثلا بعض الأجهزة الذكية اللي احنا نستخدمها في بيوتنا أو دائما احنا نتعامل معها. ففي كثير من التحديات، هذه التحديات طبعا تعتمد على نوع الشيء اللي احنا نتعامل معه، ذكاء الروبوت ولا تطبيق ذكي على التليفون. صحيح. ولا غيرها من هذه الامور. وخلينا نتكلم عن استراتيجية دولة الامارات اللي رسمتها للذكاء الاصطناعي المستقبل اللي راح يكون في الدولة ان شاء الله. نعم، في عام 2017 اطلق الشيخ محمد بن راشد استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي، اللي هي اساسا تعتبر من اضخم المشاريع ضمن مئوية الامارات 2071. هذا المشروع او هذه الاستراتيجية ركزت على خمس محاور. المحاور هي بداية أنه تنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، وتشكيل مجلس للذكاء الاصطناعي، وزارة للذكاء الاصطناعي، أول وزارة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، والبدء في تطبيق الذكاء الاصطناعي لدرجة أنه توصل بعض الخدمات الحكومية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%. طبعا مش انعبث هذا الموضوع، في اهداف لهذا الجانب. الجانب هو توفير تكاليف على الحكومه، بالاضافه الى تعزيز وتحسين جوده العمل والخدمات واسعاد المتعاملين. نعم. استراتيجيه الامارات للذكاء الاصطناعي ايضا تنص على موضوع انه تجعل من الامارات السوق الاول في الذكاء الاصطناعي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بمعنى انه الجهات الحكوميه تقدم الدعم الكامل للمؤسسات القطاع الخاص عشان هي تبدأ تستثمر في الذكاء الاصطناعي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. ورح يكون في تطبيق عملي، يعني كل الجهات الحكومية الآن في الإمارات قاعدة تطبق الذكاء الاصطناعي. صحيح، اهتمام الدولة يا مروة مشاهدين الكرام ويا أستاذنا كبير جدا، وفي مختلف المجالات فعلا، بالأخص في المجال الذكاء الاصطناعي. وإن شاء الله دولة الإمارات راح تكون المركز العالمي للذكاء الاصطناعي. صحيح. استمتعنا معك في هذا الحوار. شكرا جزيلا. ويبت الأجواء الجميلة ويانا. يعطيكم ألف شكرا. الله يديم هذه الأجواء عليكم. الله يسلمك. شكرا لك للأستاذ محمد حسين العواد، مدرب ومستشار في مجال الذكاء الاصطناعي. الله يشكركم. شكرا جزيلا. والله يوفقكم في الذكاء الاصطناعي والطبيعي بعد. إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلوا الإعلاميين الصوب. الحين نروح من الذكاء الاصطناعي لملتقى الدولي للتزويد بالوقود فوجكون 2019. عقد ندوة نقاشية تناولت بعض من التوضيحات عن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري. طبعا هذا راح يكون باكر إن شاء الله الافتتاح الرسمي بفندق سيجي الديار بالفجيرة. راح نعرف مزيد من التفاصيل يا مروة ومشاهدين الكرام في هذا التقرير. This is the 11th FUJCON conference organized and hosted by the Port of Fujairah and FOIS. This is a biannual event where all the stakeholders from the bunker-related industry comes together. So you're talking about ship owners, suppliers, but also producers of bunker fuel, and of course also the terminals and the ports that are involved. So this is a very important event for the Port of Fujairah. Many changes, so I think this year's forum will be a lot of talk about this, and make sure that after the end of the conference people have a better understanding how, for example, the Port of Fujairah is preparing for this change and how they can support the industry for successful implementation of the IMO 2020. الاهتمام كبير بالاقتصاد في مارت الفجيرة، وإن شاء الله تعالى راح يكون ملتقى مبارك، والله يوفقكم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. مروة مشاهدين الكرام، راح نروح للفن والفن الشعبي الجميل الراقي. واليوم نحن معانا في الاستوديو عمود من أعمدة الفن الشعبي، ونحن بكل فخر واعتزاز أن نقول هو ابن هذه الإمارة، ابن الفجيرة. ونحن نلومه شوية قبل لا نتكلم عنه ونعرفه، لأنه توقف واعتزل الفن لفترة يعني ما كانت بالقصيرة. نعم. لكن الحمد لله أنه رجع، نحن مستمتعين بوجوده اليوم وسعيدين. خلينا نرحب بالاستاذ جاسم الجاسم، الفنان الشعبي الكبير. الله يخليك، اشكرك على المقدمه. اهلا وسهلا فيك اختي الاخت مروه. مروه عبد العزيز نعم العين والراس، الفنان الشعبي الخليجي. انا ما بقول انك كبرتني يا ريال، نورتنا والله يسلمك ويطول بعمرك. خبرنا الحين عن الفن الشعبي بشكل عام. الفن الشعبي
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أوجه تحية أول شيء لوالدي الشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره. آمين يا رب. وجميع شيوخنا الكرام وخصب الذكر والدي الشيخ حمد محمد الشرقي الله يحفظه ويرعاه وولي والشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة طال عمرك وجميع شيوخنا الكرام. وتحية لكم ومشكورين على الاستضافة. الله يخليك نورتنا وهذه قناتك. نحن سعيدين أنك أنت رجعت ل رب له الدرجة وقفت. الله يبارك فيك طول بعمرك. سؤالك الفن الشعبي. الفن الشعبي بشكل عام. الفن الشعبي طال عمرك من أي ناحية؟ من النواحي كل النواحي. اليوم لو نتكلم عن الفن الشعبي مظلوم وأبو محمد وخلينا أقول تشامر ومشاهدين الكرام المغنيين الشعبيين إن كانوا على مستوى دولة الإمارات أو حتى على المستوى الخليجي للأسف الشديد هم ظلموا أنفسهم ما اشتهروا الجمهور اللي أشهرهم. يعني مثل حفلاتك اللي كانت ما بكبرك وايد ابو محمد لكن اللي كنتوا تقوموا فيها في التسعينات الناس كلها كانت تجتمع وتروح لها وتقعد والناس تي من الشارجة ومن عجمان وغيرهم على اساس يستمتعون. عزيز وغالي فانتوا ظلمتوا انفسكم. ليش الفنان الشعبي دوما مظلوم؟ الفنان الشعبي مو مظلوم. الفنان الشعبي ما يغني لاجر او لكذا. يعني انا تقديري انا ونظرتي انا الفنان الشعبي دائما ليش سموه شعبي؟ لانه من الشعب. الفنان الشعبي يحب أن يقدم أحاسيسه يقدم مشاعره وعندنا موروث كبير في الفن الشعبي. بس أنا في نقطة بس تكلمت فيها طال عمرك بالنسبة للفن الشعبي أنه اندثر أو شيء. لا بالعكس موجود. إحنا عندنا فنان العرب الله يطول بعمره الفنان محمد عبده يغني شعبي حاليا أغانينا يغني أغاني إماراتية وهذا صحيح. فخر كبير لنا والفنان راشد الماجد وغيره من الفنانين غيرهم. بس يعني نحن نتكلم عن اللون الشعبي اللي موجود ما قاعد نشوفه ابو محمد الحين موجود. لا اللون الشعبي هي. من اي ناحيه ما موجود؟ يعني ما في مغنيين يغنون باللون الشعبي في الوقت الحالي ابو محمد. او الاغاني اللي تنشهر اكثر هي الاغاني الصاعده مو بالاغاني الشعبيه. يعني يمكن في فنانين عبد العزيز موجودين. زين مروه خلينا نسمع شيء. نحن جايبين على اساس نسمع منك ان شاء الله على طول. نبغى نسمع منك شيء ان شاء الله. حاضر. أنا والله مجهز في مفاجأة في النهاية إن شاء الله. إن شاء الله تعال. مفاجأة إن شاء الله. نبغاها غزلية أبو محمد. غزلية؟ إيه. أنت طلبت مني أغنية ما جهزتها. الله يسلمك. في أغنية كلمات محمد بن سهيل الكتبي الشاعر الإماراتي والحان خالد ناصر لحن الإماراتي هي غناها الفنان الكبير راشد الماجد اللي هي رعبوب. أنا هدية لك يا مروة على الهواء. شكراً كلك. كان ودي يكون يقاع ويانا وهذا لكن تمشي الأمور الفنانة أغنيها بدندن على الخفيف. والخد ينفح ياسمينة مثل
مثل الشفق في حزة غروب لصاحب خدني بزنا عن كل مزيون ورعب روحي غدت الأمرار هنا والقلب من نبراته صاحب خذني بزين الله عليك يا محمد. في موهبة هني عند عبد العزيز دوم يقول أمثال وشعر وقصايد كل إعلامي كل الإعلاميين تلميذك تلميذك يا محمد. خبرنا أستاذ جاسم عن موضوع ميولك للفن الشعبي أكثر، ليش؟ شو السبب؟ أرى نفسي فيه والله الفن الشعبي، يعني الفن الشعبي هو نظام الجلسات، احنا نتكلم يعني نظام العود والايقاع والبنجز والايقاع، الجلسات الشعبيه هذه انا تستهويني اكثر من اسمع طبعا اغاني، يعني نسمع طلعنا تربينا عجيل عبد الحليم عبد الحليم حافظ وطلال مداح طلال مداح محمد عبدو محمد عبد الوهاب فنانين الكبار يوم كنا صغار في فتره الثمانينات تربينا على، يعني انا كنت اعزف اهواك في الثمانينات وبعدك شباب يا ابو محمد الحين كبرت نفسي على فرحت نفسي ما شاء الله صغير يعني وين ابو محمد انت توقفت فتره طويله وانا ما بسأل بقول لك ليش توقفت قول ليش توقف أقول الصراحة يعني؟ قول الصراحة نبغى الصراحة تبغى الصراحة؟ الصراحة الصراحة شوف أي فنان لازم يتوقف فترة يعتزل فترة لأن ليش؟ الفنان إنسان في النهاية يعني الفنان إنسان في النهاية يعني تصير له ظروف في الحياة يعني يتأثر الفنان دائما يتأثر أكثر من الإنسان يعني نعم. طبيعي معروف أن الفنانين حساسين إيه يكون حساس زيادة على اللزوم وثاني شيء يعني أنا سألتني عن سبب رجوعي أنا رجعت لأن الله يحفظه ويطول عمره الشيخ راشد بن حمد محمد شرقي الله يحفظه ويطول الله يحفظه ويطول عمره رئيس هيئة الثقافة والإعلام هذا الإنسان يوم مسك الهيئة إحنا قمنا نحاول نتنفسنا فن شوية حسينا أن الفن قام فيه صار فيه اهتمام صحيح. فترة التسعينات ما كان فيه اهتمام كان صراحة. الاهتمام قليل وحتى قليل. اهتمام سيدي ولي العهد الشيخ محمد بن حمد ايه في إنشاء المراكز وغيرهم اليوم حتى مركز الفجيرة للفنون الجميلة وغيرهم في اهتمام كبير للعود وغيره وغيره من الأمور الكثيرة الحمد لله رب العالمين وعودتك هاي حميدة ونحن فرحانين فيها الله يطول عمرك أنا والله بغيت أشكر أنا كاتب ناس هنا لازم أشكرهم يعني لا أشكر الناس لا أشكر الله مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الوفى اللي فيه ان ما يبى ينسى احد فسجلها لا والله انا صراحه يعني الاسماء كلها امانه يعني انتم المغنيين الشعبيين انتم دكاتره المجروح الله يطول عمرك حبيب ومجروح وانت الدكتور ماله الله يخليك ان شاء الله نقدر نقدم شيء يعني حد واحد يقدم حق بلده ويقدم حق امارته تفضل تشكر حق ابغى اشكر الشاعر الاعلامي خالد الضرحاني رئيس مجلس اداره جمعيه الفجيره الاجتماعيه نوجه له الثقافية والشاعرة سليمة الأخت سليمة المزروع هي مديرة بيت الشعر هي دعتني على الأمسية اللي قامت بمناسبة رحيل الشاعر الكبير الشاعر سلطان العويس اي نعم شو رأيك نسمع وكرموني وما قصروا وكانت عودة بداية العودة اي زين نحن دوما ما شاء الله انعجبنا في صوتك ونطمع يعني انا ما اقول لك انعجبنا انا اعرف الناس اللي اول مره يسمعوك بسبب انك انت وقفت ابو محمد يبون يسمعون بعد شيء ثاني وايد عندي انا من هذيل الاشخاص اللي يبون يسمعون في اغنيه خاصه له في اغنيه خاصه لك يا ابو محمد هي في مكالماتي والحان يعني هي تفضل في 2003 كان اخر سمعته انا مش بالليل اول مره محمد اي لحظه هي ليمتى اسمها أغنية من كلماتي والحاني هذا 2003 من كلماتك والحانك إيه نعم يعني موجودة على اليوتيوب هي حاليا وكان نزلت أظن كليب سويت لها كليب 2010 و بنغني مقطع منها تفضل يلا تفضل سامحونا Oh.
تعطيفك يداعب هالخيال لمتى هالحال بيبقى لمتى تعب قلبي يا عمري أنا لمتى أنسى واذكر لمتى لمتى طيفك يداعب هالخيال صنت رغم كل الظروف العطايا خير دام انت العطاء وهدي لك الحب وعينك تشوف الهوى انت يا حبي انا والوفا صنت رغم كل الظروف العطايا خير دام انت العطاء واهدي لك الحب وعينك تشوف الله عليك الله عليك يا ابو على محمد على فكره حرام عليك اعتزلت فتره حرام على صح؟ فكره يا ابو محمد للاسف ان نحن الوقت يعني ما 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 كافي لحظه لكن في سر انت قلت لي يكتب شيء صح هي بس الحين للاسف الوقت هو مسوي مفاجاه وقال يحب يحطيه على الهواء نحن بقى لنا دقيقتين يا ابو محمد على اساس ان نحن نختم انا حاب يعني قبل اودع المشاهدين اشكرك جاسم الفنان الشعبي جاسم الجاسم شكرا لك انك انت تواجدت معنا وجيت وان شاء الله عوده حميده شكرا لك مروه على حلقه اليوم شكرا لك عبد العزيز هنا خلاص قبل هذا قبل لا تبدا شكرا لك يا مروه شكرا لك عبد العزيز وتصبحون على الف خير مشاهدينا ان شاء الله باكر بيتجدد لقائنا وياكم في برنامج 7 على 7 الساعه 7 وتصبح على خير عبد العزيز وتصبحين على سعاده ان شاء الله ان شاء الله يا رب شكرا لك ابو محمد الاستاذ جاسم الجاسم انا اشكركم في اغنيه من كلمات الشاعر الموهوب فيصل الهاشمي اخو الفنان يوسف الهاشمي الفنان ختام عندك نحن بنختم عندك خلاص وهذه هي اغنيه للشيخ راشد للشيخ راشد فأنا الشيخ راشد بن حمد نعم الشيخ راشد بن حمد الله يطول بعمره امين وان شاء الله تعجب الجمهور تفضل من الحاني وكلمات فيصل الهاشمي تفضل راشد بن حمد يا عزوتي يا رفيع الشان يا عالي المقام في وجودك تكتمل لي فرحتي دامني على الصدر حطيتك وسام بالمكارم تفتخر بكديرتي يا الكريم الأجودي يا ابن الكرام خيركم عم البلاد في ذمتي يا سلام الله عليكم يا سلام